kulankan oo ujeedkiisu ahaa dhameystirka qorshe hawleedka maamul-samaynta gobolada mudug iyo galgaduud iyo dhirigelinta gudiga farsamo oo ay xukuumadda Soomaaliya u xilsaartay maamul-samaynta gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa xalay lagu qabtay xarunta madaxtooyada qaranka ayadoo gudiga ay si rasmi ah u bilaabi doonaan hawshooda waxana kulankaasi ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ku xigeenkiisa xubna ka tirsan golaha wasiirada حبناها قدقة يمسوليين كلاو الدولة دكاترسان وزير كارمها قدها هي فدرالك صوماليا مدان عبدالله قدح بره ايا كولان كاكاشيغي هاولاها قدقة فرسامو وقبان دونو اساقو رجو ناكسان كموجيه ان شقادو وبلابا يو قدقة ان اي قول كورنا ماتو قدقة وحبناها قدقة ايه كامل الله دبريتو انو شقاد كالو شقادة سيلا رمضو سلو قدقة قدقة شقادة ليسو والحين طبعا الوجه عن تاريخ بوش الديارياب قابك اللي هو لها طلع على الديارياب وليه اللي يشير على الديارياب تذكر البرسنتيش اللي قسم ايام بوش المعنى حضرية عن صوت وقوم بدي الشطين يسوين تاس المقام ايسا وعن الرجال ما دودوا انه مقطع الرهوش يسسي ونعسا اي المدد طبعاً مدرد ما أقول لكم حالة مرشي الجدودي الحوغو بس بحديحان أقول الناس عديقة وتقليل ورسا قياسة لكن وحكرنا هنا نقوش لنا لوان أخرين وبيب أقول لكم الكبارات سنان رشا حيني جدودي نوع مشتقين أمور عديد الله مرسيس رئيس الوزراء حكومة فدرالك صوماليا مدن عبدول الشيخ أحمد محمد أي أشيغي إن حكومة أي سيدو ولا شقين دونتو إسلامر كان أي كر جينيسو إن يصور لسان مامو القبلة دحية دالكا يشان مدو أفرتن إشان مع الموضع والله بكنا يشان مامو مدرد مسؤولو قدد كالبودة بسلام دقال فرمات ليو أدين بشو madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulanka hadal dardaaran ah oo dheer ka jeediyay ayaa uga mahadceliyay xukuumadda dadaalkeeda ku aadan sida ay uga shaqeysay sameynta gudigan farsamo ee maamul u sameynaya gobolada dhexe ee Soomaaliya dhanka kalena dardaaran ayuu u jeediyay gudiga farsamo gudiga farsamada waxaan ku dardaarmaynaa dadka inay u dhagan nuglaadaan oo u jirjilicsanaadaan oo ay dhageystaan waa umujiyan dadka raayigiisa inuu ixtiraam iyo karaamo leeyahay in umujiyan oo ay dhageystaan ee fadhiistaan oo aanay ka caajisin oo aanay ka daalin oo aanay ka daahin gudiga farsamada waxa laga rabaa saas qalbi qulubta dadka raadahan mideen dadka farqahooda isku xidhan lugoon mideen kara qulubtooda la mideen kara qulubta waxa lagu mideen kara soo fadhiisa waa xaqiiqo jir isha ka dadka qofka ka qadisa
هذا أذو قف عن أو تنعوس كخلاص عبك أويه قلت جينا لما أنتي نأبوه الإمام حتى إذا أنت سمح كسي سأك عليه إجراء ما بتجري دوامان عن قبائل نصف بي أنا أنا مكين الجودة أحسن إنه أو بريء إنه ده نبالة هذا وحواس دان أما محوائي أذك إذا انتهى إنه وحي طبعاً يا وواسع حلص لقاه ما أعرف كذا أذك الأيام إنه كم أرمان كتوم قطان أنا لا أشيل إنت والله بعمر ساس كم إنت والله بعمر ساس كم يقبل قصة إدريان قصة جبوين كقول جوعان ساس كم برينا ما هو هو بعدها بجرو أو ستحت قبران يوم حاول كفوك البديرة ستة وبرنا لأن الدرك قلوب تودي على أن إسرائيل مقال كل إنه أكثر فريستار كل يوم مرة قلب إسرائيل عن هذا الموضوع أو وحلا وضع يدول الدمار أديها دول الجبرات أديها قرن طيب أي أمينة كقرآن إن أي وحكله مصلحة دولنا ما شاف في وجود لكن أنا وأرك أراد يعلو يقارب يقارب يخلص المستعير إن لقوا عبوري إن لقوا عبقتي إن لقوا بهدري إن لقوا ليه ذا تب ما يع ما madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ku amaanay dadka wada dega gobolada dhexe ee Soomaaliya sida ay u soo xishteen nabada oo ay isaga difaaceen kooxda nabadiidka ah ee Al-Shabaab asagoo arintaas ku bogaadiyay guud ahaan shacabka halkaas wada dega runtii waxaan aad rabaa inaan ugu amaano dadka gobolada dhexe doorka ay ka qaateen la dagaalka Shabaab oo u diiday dadka inuu soo abiimaado soo galabo fikirkaas ku soo galo ما له هو وين هو تاسع كسر في الشباب قبل هذا لوك الشباب كهب سب ما شكلية ورداق اللي جيري وقبل هذا ولا تجيد ولا بدو بي ما تبي على نمك ما له بدن تبي كيستن بطنه وين دبن ما له بدن وقبل هذا حولك كتر سن ما له وين وين كتر بين وين جوعا لكن ده كاني وضد الصومال وهو هرب مي شباب إن أنا مستقبل هنا إن لسك يعلس كيرة إنتي مركب ده كنوع عاص أهل oo culimadii waxaan ku raadaa ahlus sunna wal jamaa ugu horeeyay oo waxaan ku raadaa beelaha waxaan ku raadaa deegaanada degdegga ah ay ku jiraan ee ku dagaalamay shabaab sidii naxsiga mar lahayn gudigan ayaa muddo 45 maalmood ah ku hawlgali doona sida uu u fududeyn lahaayeen dhamaan qorshaha dhisida maamulka gobolada dhexe waxaana gudiga laga soo kala xulay dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee wada degta gobolada dhexe ee Soomaaliya sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho